دوليا يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي، وذلك للمرة الثانية عقب القمة الأولى بينهما في سنغافورة. وأعلن البيت الأبيض أن ترامب ونظيره الكوري الشمالي سيعقدان ويعملون على بحث المحادثات المطولة بينهما. إذن للمزيد من النقاش حول أهمية هذه القمة المرتقبة مع دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية والذي يحدثنا هاتفيا الآن. يا دكتور طارق، تحياتي لحضرتك وصباح الخير. تحياتي لحضرتك وصباح الخير لكل المشاهدين. قبل أن نتناقش معك في أهمية هذه القمة المرتقبة، يعني لماذا فيتنام تحديدا برأيك؟ طبعا يعني الكل يتذكر يعني ذلك التاريخ وهذه العقدة، عقدة فيتنام وما حدث ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام، فهو يعني تذكرة لكل متابع للشأن الدولي. هذه النقطة شديدة التعقيد يعني تاريخيا في العلاقات الأمريكية الفيتنامية، وأتصور أن العلاقات الكورية الأمريكية لن تمر يعني بهذه الصعوبات والتعقيدات التي مرت بها تلك العلاقات الفيتنامية الأمريكية. طيب دكتور طارق، يعني تعلم جيدا أن ربما محادثات سنغافورة الأولى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية ربما يعني البعض رآها بأنها لم تخرج بنتائج واقعية على أرض الواقع في العلاقات، ربما تكون غامضة بعض الشيء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كوريا الشمالية. هل قمة فيتنام ربما تختلف كثيرا أو سينتج عنها بعض النتائج المنتظرة عن القمة الأولى في سنغافورة؟ يعني في تصوري انه في المره الاولى في سنغافوره يعني كان لقاء تاريخيا جمع ما بين الزعيمين دونالد ترامب الرئيس الامريكي وكيم جونج اون زعيم كوريا الشماليه، يعني كان لقاء تاريخيا وسط يعني توقعات يعني اشد المتشائمين من المتوقعين والمحللين السياسيين، لم يتوقعوا البتة ذلك اللقاء، خاصة بعد تلك المشادات التي حدثت ما بين الزعيمين في كوريا في بيونج يانج وواشنطن. ورغم ذلك يعني حدث ذلك اللقاء في سنغافورة اللقاء الأول، حتى أن البعض يعني وصف ويعني السياسة الترامبوية إنجاز لنا التعبير بأنها سياسة الوصول إلى حافة الهوية، سياسة التصعيد إلى حافة الهوية ثم التراجع والبحث عن يعني شروط أفضل للتفاوض. لكن بعد ذلك يعني حصل نوع من التجميد وبتنا يعني وباتت تلك العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية يعني تراوح مكانها، وهو اللقاء الثاني أتصور أنه سيضع يعني مزيد من النقاط على الحروف، خاصة أن يعني تمت يعني تململ في الموقف الكوري الشمالي يتمثل في أنه يعني استجاب لتلك الضغوط الأمريكية، ورغم ذلك لم تقم أمريكا بما يجب أن تقوم به من تخفيف العقوبات الاقتصادية حتى تتخلى بيونج يانج نهائيا عن يعني ترسانتها النووية كما حدث في التفاوض الأمريكي الكوري الشمالي. طيب دعني أتحدث معك على رهان يعني تلك الدولتين في هذه اللقاء الثنائي والمهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كوريا الشمالية. ما هي أبرز النقاط التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا من جانب، والجانب الآخر من قبل كوريا الشمالية تراهن على أي نقاط ومحاور حتى يتم الوصول إلى موائمات سياسية بين وجهتي النظر؟ جميل أكثر من رائع هذا السؤال. يعني بالفعل هو يعني في عالم السياسة هو عالم الممكن. أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تعطي يعني مزيد من الوعود للنظام في بيونج يانج بعد ذلك الحصار وذلك التشدد وتلك المضار التي يجابهها الاقتصاد في كوريا الشمالية،
فيعني هذه الوعود الأمريكية بالتخفيف، تخفيف المعاناة عن شعب كوريا الشمالية، يعني بات واضحا، وهو الجزر الأمريكية الكبيرة والثمرة الكبيرة التي يتوقعها جيم جونج أون ومن خلف شعب كوريا الشمالية، يعني أملا في الاستجابة والتخفيف والتنصل من يعني ذلك البرنامج النووي الكوري الشمالي. يعني ذلك تلك هي الثمرة وتلك هي النتيجة والمقابل. أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يعني بتلهث حول يعني تحقيق تلك النتيجة، خاصة أن السيد دونالد ترامب يقارب على انتهاء فترته الرئاسية الأولى ويريد أن يعني يحقق نجاحا تاريخيا في ذلك الملف، ويقول للأمريكيين أنا الرئيس الأمريكي الذي يعني استطعت بعد كل تلك العقود أن أحقق نجاحا في ذلك الملف، يعني شديد التعقيد الملف النووي لكوريا الشمالية. إذن يعني المصالح يعني متبادلة، ويعني الكل يراهن على تحقيق شيء ما ونجاح ما، سواء كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو رئيس كوريا الشمالية جيم كونغ أون. دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات.